اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. عشر أسرار خفية عن حياة الفنانة داليدا. مضى 32 عاماً على رحيل النجمة الإيطالية المصرية داليدا، والتي تصدرت قضية انتحارها في ثمانينيات القرن الماضي عناوين الصحف العالمية. أبكت حينها الحورية الغامضة عشاقها وقلوب الملايين حول العالم، ولم ينطفئ نور النجمة الراحلة حتى بعد وفاتها، حيث لا تزال أغانيها تتردد حول العالم وبسبع لغات. لكن النجمة العالمية داليدا التي سبقت زمانها عاشت حياة براقة مبهرة في ظاهرها ومأساوية حد البكاء في باطنها. تعرف معنا في هذا الفيديو على عشرة أسرار لم تكن تعرفها من قبل عن حياة داليدا التي انتهت بالانتحار. الحقيقة الأولى: ولدت النجمة الإيطالية داليدا في شبرا في القاهرة عام 1833، حيث عاشت بداية حياتها في مصر، وانتقلت بعدها إلى فرنسا لتكتسب من ذلك البلد النجومية والشهرة وتنطلق منه نحو العالمية. الحقيقة الثانية: اسمها الحقيقي ليس داليدا بل هو يولاند كريستينا جيجليوتي، وكان أول اسم مستعار لها تستخدمه هو داليلا. ولقد حصلت لاحقا على اسم داليدا هذا مصادفة عندما قابلت رجلا يدعى فريد في منزل المخرج السينمائي المصري الذي اكتشفها، حيث توجه لها فريد قائلا: اسم داليلا الذي تعرفين به غريب وعدواني. وبعد هذه الجملة فكرت النجمة بخلط اسمها الحقيقي يولاند مع الاسم الذي تحبه داليلا، وكان الاسم الجديد الذي عرفها به الملايين هو داليدا. الحقيقة الثالثة: عرفت النجمة الراحلة داليدا بقوامها الرشيق ووجهها الجذاب وشعرها الذهبي الجميل وبجمالها الذي جعلها تتوج ملكة جمال مصر لعام 1954، ليكون حفل تتويجها في مصر هو المحطة الأولى من نجاحاتها وشهرتها التي وصلت بعدها للعالمية. الحقيقة الرابعة: سافرت النجمة داليدا عام 1954 بعد نيلها لقب ملكة جمال مصر إلى فرنسا، والتحقت بمهنة التمثيل في باريس، حيث كان انتقالها إلى باريس بداية لمسيرتها الفنية التي توجت بنجاحات كبيرة. وقد حفرت داليدا في أذهان جمهورها أدوارا لا تنسى، مثل دورها في الفيلم المصري اليوم السادس عام 1986 للمخرج يوسف شاهين. الحقيقة الخامسة: تمتلك داليدا رصيدا لا ينافسها عليه أحد من الألبومات، حيث قدمت أكثر من 500 أغنية بالفرنسية والإيطالية والعربية أيضا طوال مسيرتها الفنية. شكلت داليدا ظاهرة فريدة من نوعها فنيا، حيث إن النجمة الراحلة سجلت أغانيها بسبع لغات أغلبها باللغة الفرنسية، كما سجلت أحيانا الأغنية الواحدة بأكثر من لغة، مثل أغنية سالما يا سلامة عام 1977 التي تمتلك منها نسخة عربية وأخرى فرنسية. وحققت مبيعات ألبومات الفنانة داليدا أرقاما قياسية، وباعت نحو 130 مليون نسخة من ألبوماتها الرائعة حول العالم، كما دخلت أغانيها قائمة أفضل 10 أغنيات في الموسيقى العالمية. الحقيقة السادسة: غنت النجمة الراحلة داليدا أنواعا مختلفة من الموسيقى لتبدو ألبوماتها لوحة موسيقية شاملة، حيث غنت البوب في بداياتها ردا على ظهور فرقة الروك البريطانية التي كانت تحمل اسم البيتلز في ستينيات القرن الماضي. وأبدعت داليدا أيضا في الثمانينيات بموسيقى الديسكو المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية،
ونالت أغانيها إعجاب الأمريكيين خصوصا الذين يعودون إلى أصول إفريقية. الحقيقة السابعة، من يخطر بباله أن النجمة العالمية داليدا معشوقة الملايين عاشت حياة عاطفية مأساوية، حيث أن أغلب الرجال الذين ارتبطت بهم داليدا انتحروا في ظروف غامضة، وأولهم شاب يدعى لوسيان موريس الذي يعتبر حب داليدا الأول، والذي أقدم على الانتحار بعد أن قررت الانفصال عنه والارتباط برسام يدعى جان سوبيسكي، حيث إن موريس حاول الارتباط بفتاة أخرى، ولكن بعد فشل زواجه الثاني وعدم قدرته على استرجاع حبه الأول داليدا أطلق النار على نفسه وقضى نحبه. وتكررت مأساة الفنانة مع الانتحار عندما أحبت شابا إيطاليا اسمه لويجي تانجو عام 1967، حيث أنها قامت بدعمه آنذاك ليصل إلى النجومية، لكن فشله في مهرجان سان ريمو الذي كان سيطلقه للعالمية جعل لويجي يقدم على الانتحار أيضا، وهو في أحد الفنادق بصحبة داليدا التي كانت أول من يرى جثته مغطاة بالدماء. الحقيقة الثامنة، صعقت النجمة داليدا العالم بإقدامها على الانتحار بتاريخ 3 مايو من عام 1987 في شقتها بباريس إثر تناولها جرعة زائدة من الأدوية المهدئة، تاركة وراءها رسالة قصيرة لجمهورها تقول فيها سامحوني الحياة لم تعد تحتمل. وانتشرت بعدها إشاعات كثيرة حول حقيقة انتحار داليدا الغامض، ألا إن السبب الأقرب إلى الحقيقة هو شعور داليدا بالوحدة القاتلة وازدياد حالتها النفسية سوءا بعد قصة عشق ممنوع عاشتها النجمة وهي في سن 34، حيث غرقت في حب شاب عمره 22 عاما وحملت منه، لكن داليدا أجهضت طفلها وأدت هذه الخطوة إلى عدم قدرتها على الإنجاب، مما أثر عليها نفسيا وزاد شعورها القاسي بالوحدة. الحقيقة التاسعة، تعرضت ممتلكات النجمة العالمية داليدا بعد وفاتها للسرقة من منزل شقيقها المنتج أورلاندو في باريس، حيث استطاع اللصوص سرقة أغراض ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة تخص الفنانة. قدرت قيمة المسروقات حينها بمئات الآلاف، حيث كانت تضم ساعتين للنجمة الراحلة يفوق سعرهما 60,000 يورو لكل واحدة، إضافة لأشياء كثيرة ثمينة أيضا خلفتها النجمة الغائبة داليدا. وأضاف شقيق الفنانة أورلاندو في تصريحات له أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ممتلكات داليدا لمثل تلك الحوادث، حيث سبق أن تعرضت للسرقة في منزلها خلال حياتها. الحقيقة العاشرة، لم تنتهي مسيرة النجمة داليدا الفنية الممتلئة بالنجاحات حتى بعد وفاتها، حيث صنع لها شقيقها المنتج أورلاندو مسيرة فنية ثانية بتخليده لذكراها طيلة 30 عاما، وذلك عن طريق بيع عدد كبير جدا من أسطواناتها، حتى أن حصيلة الأرباح تجاوزت ما حققته النجمة العالمية داليدا خلال حياتها. كانت هذه جولتنا من قناة قصة حياة على 10 حقائق ربما لا تعرفونها عن النجمة الراحلة داليدا. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو رأيكم بهذه النجمة وبحياتها ومسيرتها الفنية، وما هو تعليقكم على انتحارها. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.